السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم أينما كنتم، المفاتيح الذهبية كاتلك. نبدأ ونقول بسم الله. 1987 كاتلك بروم، إن شاء الله تبارك الله. الألوان الخارجية اللي هي الرصاصي والهارتوب باللون الأبيض، والداخلية اللون الأبيض. الموتر راح يكون بإذن الله بسعر جدا ممتاز. تمت عليه الصيانات، خلنا نقول موجود لها فواتير من وإلى. واحدة من الأشياء اللي تمت على السيارة مؤخرا اللي هو الجلد حق السقف، ما شاء الله تبارك الله جديد. وايضا من ناحية الصيانات نتكلم عن بريكات، نتكلم عن اكزوست كامل. طبعا ماكينته 5.0 لتر 307. سيادة كهرب للراكب والسواق، مرايا كذلك للراكب والسواق، سنترال لوك. ايضا من الاشياء اللي تمت مؤخرا عليه اللي هو الهيدلاينر والسقف الداخلي للسيارة. فالموتر كان فترة طويلة مخزن. فالسقف مثل ما اقول لكم ما شاء الله تبارك الله جديد. طبعا واحدة من الاشياء اللي موجودة على الموتر اللي هي الشنطة الشفت. يقول لك thank you for not smoking. طبعا كحضرتك الوكالة مع فواتير السيارة تمت عليها مؤخرا. طبعا السيارة جاية من فلوريدا، هذا اسم الديلر والوكالة اللي طلع منها الموتر. موتر وارد امريكا. تكلم عن ممشى 42,000 ميل. سجل شغال بالإضافة إلى الانتانا مثل ما تلاحظون، والراديو الآن نبي نطفيه، نطفي معنا ونزل. راح يكون في فيديو مستقل للمهموس المحمد للموتر بشكل كامل، ولكن هذا فيديو خلنا نقول مبسط.
الأولى نشوف الشنطة مع بعض. طبعا فرشات موجودة سبير الوكالة والاستيكرات مثل ما قلت لكم شنطة شفت. طيب نشوف الحركات مع بعض. من الأشياء اللي تغير عليها الزيت البطارية الفرامل الأربعة الروبات الأمامية والدسكات الخلفية، فاللي عنده أي استفسارات أبد يتواصل معنا ويبشر بالخير.